موضوعنا راح يكون عن الطاقة والجذب، والشغلات اللي منيحة نحن كيف نجذبها، والشغلات اللي مو منيحة نحن كيف انه نبعد عن أول حالنا. شغلة هي الكراكيب. أنا واثقة شيء قديم شيء جديد، شيء حاطينه شيء لازم شيء مو لازم، في عنا كتير أغراض نحن مو بحاجتها. مثلا تكون تقولوا لي مثل شو، افتحوا الدرج بتلاقوا في آلة حاسبة. أنا واثقة من 5 سنين ما حدا لقى ولا حدا استخدمها. ساعاتنا موبايلاتنا وهدول الأمور قايمة بالواجب، نحن فينا نصرفها لنلم هدول الأغراض ونصرفهم، نبعتهم نتبرع فيهم. في كتير مثلا طلاب بكالوريا علمي متفوقين وهن بحاجته، ما عندهم إمكانية لا يجيبوا ساعات مثل ساعاتكم ولا موبايلات مثل موبايلاتكم يلي فيها بتكون تقنيات عالية اللي هو آلة حاسبة وإلى آخره. فنحن فينا نفرح نفس ونتصرف فيهم، ومنه بنكون خففنا ضغط وطاقة وكراكيب. أهم شيء تقطيع البيت، ما رح اقول هلا انه اكيد هدوا حيطان وعمروا حيطان، ما في هيك شيء. انا بقصد يلي هذا الحكي رح يكون موجه للعالم يلي عم تدور على بيت، عم تجهز بيت، بدها تشتري بيت، يلي هو الشباك بغرف النوم يكون حصرا مواجه الباب. هيدا الشيء كتير مهم، منه مشان تيار الهواء، ومنه هو بيكون هيك افضل يعني كتقطيعة البيت. يلي عم يقطع فيفضل انه يكون الشباك مواجه الباب. لما بتحبي تهوي بيتك ما تفتحي بس شباك الصالون، لا، الصالون والمطبخ مع بعض يصير في تيار هواء، فانتي بتكوني صيف شتاء برد شوب منه هويتي البيت ومنه صرفتي الطاقة صبح بكير بعد ما نظفنا ومسحنا وشطفنا وهدول الامور. هو يفضل انه اتنين ينفتحوا من الجهتين يصير في تيار هواء. الالوان كتير ضروري تكون الألوان فاتحة وزاهية وحلوة، الأبيض بيعطي نظافة، البيجيات حلوين، الأصفر بيعطي طاقة وشغلات ظريفة، ما عدا الأحمر لا تقربوا عليه. اللون الأحمر هو لون الدم، لون سيارات الإطفاء، لون لافتات مخارج الطوارئ، هو بيوتر عمليا. في كتير ناس شفت إنه عاملة مثلا حيطة حمراء بالبيت، مو لانه انا ما بحب او مو لانه هو مو حلو، هو الفكره انه هو بيجيب طاقه سلبيه. هو لون ال كتير تقيل يعني على الشخص، على طاقاتكم، على بيوتكم، فمنبعد عن اللون الاحمر ونستبدله ممكن بوردو، ارميدي، اورانج، اي شيء، بس الاحمر لا تقربوا عليه لانه هو كتير بيجيب طاقه سلبيه.